السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب تالتة ثانوي دفعة 2025، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم بعد أسبوع أجازة. بدايتنا إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد من فيديوهات حل الكتاب المعاصر الفيرست تيرم، وهنبتدي النهاردة بجرامر يونت 4. على مدار الأسبوع شرحنا الجرامر الموجود في يونت 4، كان عبارة عن 2 بارتس. البارت نمبر 1 بيتكلم عن making suggestion، والبارت نمبر 2 كان بيتكلم على المودل فيربس. مراجعة سريعة على الجرامر اللي احنا خدناه على مدار الأسبوع قبل ما نشوف الهوم ورك بتاعنا في الكتاب المعاصر. في part number 1 في lesson 1 و 2 في unit number 4 كان بيتكلم على making suggestion، وقلنا في البداية لازم تركز ان collocation جاي مع كلمة suggest اسمه make suggestion مش do suggestion. كان قدامي حاجتين عشان اقترح على الناس، لإما أدي statement جملة خبرية بيكون اخرها full stop، لإما أدي question عبارة عن استفسار بيكون اخره question mark. على الرغم من سهولة الموضوع، لكن ناس كتير للأسف هتكون غلطت في الهومورك بسبب موضوع الفول ستوب والكويشن مارك. فأول حاجة قبل ما تفكر فيها في أي حل في الكويشن بتاع السجشن، شوف نهاية السنتنس بيكون آخرها فول ستوب ولا كويشن مارك، عشان ما تقولش فيه أكتر من حاجة ينفعه. قسمنا الستيتمنت لحاجات تاخد ING وحاجات تاخد انفينيتيف. I suggest وراها ING، I would recommend، we should probably consider، كلهم وراهم ING. لكن let's، you can go، I suggest you to go، I think you should go، perhaps we would go، it's just a suggestion but we could go، my suggestion or my recommendation would be to go. دولت كلهم بعدهم full stop، أما الناحية التانية كان كلهم بعدهم question mark. What about going؟ How about going؟ Would you consider going؟ Have you considered going؟ Have you thought about going؟ May I suggest going؟ وبرضو كانت في حاجات question mark بس محتاجة infinitive. Why don't we go؟ Second page كان في what if we go، shall we go، wouldn't it be better to go يا مستر. ومع نوتس قلنا خد بالك ان let's هي let us، بس let us ديت more formal قوي، وكلمتين اول مره تشوفهم في حياتك. لو قلت لك تعالى ما نروحش، let's not go او don't let's go يا مستر. طيب في الناحيه الثانيه كان وقفنا عند نقطة في غاية الأهمية، كل سنة بنأكد عليها بقالنا 10 سنين في الحوار دوت، فكرة suggest و recommend. suggest و recommend ليهم أربع حاجات، ممكن أقول I suggest going، I suggest him to go، I suggest that he go، و I suggest that he should go. خد بالك إن أنا بقول I suggest that he go مش he goes، وأفكرك لما هقول لك طول عمرك بتنسى حرف الاس وأول ما تفتكره تفتكره في الحتة الحرام ديت. لا، احنا عايزين هنا الانفينيتيف يا معلم. مع suggest و recommend الفيرب اللي جاي معاهم لازم يكون infinitive. I suggest that he go يا أستاذي. ودينا اكزامبل كده، قلنا I suggest that أحمد am ولا is ولا are active today، لازم أحمد يكون نشيط النهاردة، فقلنا ولا واحدة فيهم ما تنفع، احنا عايزين الانفينيتيف اللي اسمها I suggest that he be active today على طول. كررنا الحوار ده اكتر مره على مدار السنين اللي فاتت، والحمد لله جت السنه اللي فاتت في الامتحان والطلبه حلوها الحمد لله كويس. كلمه consider ممكن يجي وراها ing، have you considered studying او have you considered not studying. وكذلك would you consider ممكن يجي وراها wh question، would you consider where to go، who to be، what to do، why to do. how about going making suggestion. طب what about في making suggestion برضو، بس بتيجي مع الاعتراض، مع objection، expressing objection، وانت بتعترض على شيء. لو انت موافق على الاقتراح عندك كذا وسيله للموافقه، وكذلك لو انت معترض كذا وسيله للاعتراض. كان درس بسيط في الميكينج سجشن لسن 1 و 2، اما لسن 3 و 4 بيتكلم على المودل فيربس وشرحناهم بشكل مفصل جدا في السيشن. قلنا المودل فيربس شويه فيربس انت حافظهم، كان كود ماي مايت والناس دي كلها، شكلهم ما بيتغيرش، يعني هم واخدين نفس الشكل، ما ينفعش احط لهم اي ان جي، ما فيش حاجه اسمها كانينج، ما فيش حاجه اسمها ويلينج. برضو ما فيش منهم بي بي، ممكن يبقى في باست لكن ما فيش منها بي بي. انت بتقول جو وينت جن، لكن بتقول ويل والباست منها وود، ما فيش منها بي بي. فده اللي يفرقهم عن الافعال العاديه اللي انت بتسميهم في العربي افعال مساعده او ناقصه يا مستر. اتفقت اتفاق معاك ان المودل فيربس دولت كل حاجه هتيجي وراهم لازم يبقى وراهم انفينيتيف. لو بتكلم في البريزنت انت بتقول اي ويل جو، ما تقولش اي ويل جوينج. وفي نفس الوقت لو بتكلم في الباست بتجيب وراهم هاف بلس البي بي. مامتك بتقول لك يو شود هاف ستاديد، معناها كان المفروض تذاكر، معنى كده ان الحلو ما ذاكرش. اخذنا كل واحده فيهم على حده. اول واحده فيهم كان اسمها شود او تو، معناها يجب. تعال نشوف بتيجي مع مين. قلت لك بهتم بالكلام المكتوب على الجنب اكتر، بتيجي مع الجيفنج ادفايس لما تدي حد نصيحه، يو شود دو يور هوم ورك. بتيجي مع الاسكينج فور ادفايس، شال او شود وي انفايت سو تو ذا بارتي. بتيجي مع الميكينج سجستشن لسه واخدينها من شويه، وي شود جو تو ذا ريستورنت اتس وندرفل. بتيجي مع البلايمينج، وساعتها لما بتلوم حد على حاجه او بتوبخه على شيء حصل او ما حصلش،
مامتك بتقول لك you should have asked me before he took the bike. كان المفروض تسألني قبل ما تاخد البايك، معنى كده انك ما سألتش وجبت have plus ال PB لما بتكلم في البوست. طب I feel sick I shouldn't have eaten. انت هنا بتلوم نفسك، ما كانش مفروض ان انا اكل يا مستر. When you blame somebody or yourself يا مستر، لما بتيجي تعمل لوم على حد يا استاذ. طيب رحت بعد كده على كلمه وود بستخدمها مع الباست هابت، اخذناها زمان في يونت نمبر 1 لو تفتكر، قلنا مع الباست هابت زيها زي used to بس ما تجيش مع الستيتيف ولا مع النيجاتيف ولا مع الكويشن ومحتاجه تايب ريفرنس. وود بستخدمها مع البلايت ريكويست، would you lend me your pen. وود بستخدمها مع الباست اكسبكتيشن، كنت متوقع منك انك تعمل حاجه. هي وود هاف تولد يو ذا بلان، كان هيقول لك بس ما عملش. زيها زي شود بس من غير لوم، في شود انت بتلوم نفسك اي شود هاف دان، لكن وود والله انا كنت ناوي بس ما عملتش بدون اي لوم يا مستر. رحت بعد كده على الفيرب الثاني اللي اسمه نيد. نيد معناها يحتاج، اي نيد تو ريفايز، والنيجاتيف بتاعها اي دونت نيد اي دونت هاف او اي نيدنت. وركزنا كتير وقلنا ان نيد ما ينفعش معاها تو ابدا، ما ينفعش اقول اي نيدنت تو جو يا مستر. اما البوست منها كنا كاتبين عليه اكزام، I didn't need to go، ما كنتش محتاج أروح وما روحتش. طب I needn't have gun، ما كنتش محتاج أروح بس للأسف رحت. يعني have plus the BB معناها أن الأكشن حصل، لكن لو need جي وراها infinitive معناها أن الأكشن ما حصلش. أنا بتكلم هنا في إطار الباست. Yesterday it was a holiday، امبارح كان يوم أجازة. We didn't have to، we didn't need to، الحمد لله ما رحناش. طب yesterday was a holiday، we needn't have gun، للأسف رحنا، معنى كده أن الأكشن done. افتكرها دايما، اللي فيها BB الأكشن حصل، لكن اللي فيها انفيرتيف الاكشن ما حصلش. الكلام ده في اطار الباست. رحنا عند مي ومايت وقلنا الاثنين معناهم ربما، بس مي اقوى كانت 70% ومايت كانت 30%، بيعبر على البروبابيلتي على الاحتمال. وبرده ممكن استخدمهم زي وود مع البولايت ريكويست. هات بيتر معناها من الافضل، جايبها بالظبط عشان النيجاتيف بتاعها. انت بتقول اي هاد بيتر جو، النيجاتيف بتاعها مش حاجه اسمها هادنت بيتر ولا هاد بيتر نوت تو، هي اسمها هاد بيتر نوت بس. يو هاد بيتر نوت ليف على طول يا مستر. رحت على second verb والاسم كان معناها يستطيع، بتعبر عن present ability، حاجة بتحصل دلوقتي. بتقول I can do I can read I can go، كل ده present ability for yourself. هي زيها زي able to معناها يستطيع. قلنا بس ان ممكن اشيل كان وحط مكانها are able to have the ability to manage to are capable of وsucceed in وراهم ing. بس ميزنا للناس وقلنا للناس الاسكياء فقط ان الفرق بين الاثنين يا مستر، الفرق بين الاثنين ان دايما كان بتعبر عن الجنرال ابيليتي، اي حد يقدر يعملها. هيلين كان ريد ويل، اي حد ممكن يقرا ريد ويل. لكن الرصه الطويله بتاعت ايبل تو وهاف ذا ابيليتي بتعبر عن السبيسيفيك ابيليتي. ذا فاير فايتر وير ايبل او ار ايبل تو بوت اوت ذا فاير، قدروا يطفوا الحريق. مش هتلاقيها غير مع الوظائف، ان في سيتويشن معين في الموقف دوت الحد الوحيد اللي قدر يعمل يطفي النار كان الفايتر يا مستر. فاير فايتر هم رجال المطافي او رجال الحريق. specific على شخص معين في situation معينة استخدمنا معهم الرصة الطويلة، لكن general ability للجميع استخدمنا كان عادي. بستخدم كان للتعبير عن future ability، ممكن أقول in the future we will be able to أو we won't be able to، ده للتعبير عن future ability. أما البوست من كان انت حافظها، البوست من ده could Suzanne could play the violin quite well، كانت تقدر. الكلام ده في البوست. وبرضو زي ما حولت الرصة الطويلة بتاعت are able to ممكن احولها where able to have the ability to، كل دولت ممكن احولهم للبوست، بس دوت specific على حد معين the firefighter were able to put out fire، مش معناها للجميع. والنيجاتيف بتاعها طبعا كانت couldn't. اللي انت كنت حافظه زمان ان كان البوست منها could، ودوت صح بس في اطار حاجة بسيطة قوي اسمها الability، في اطار القدرة. يعني لو كان معناها يستطيع، الباست منها كود استطاع يا مستر. طب في بقى حاجه تانية تقول لك ان كان ايكوال كود لو تيجي بمعنى بيرميشن، اسكينج او جيفينج او نوت جيفينج بيرميشن. لو انت بتطلب من حد حاجه او بتدي لحد الاذن او ما تديش لحد الاذن، لو معناها ممكن الاثنين واحد. لو انت بتروح لصاحبك او اخوك الصغير في البيت عايز يقول لك ممكن استخدم موبايلك، ممكن يقول لك كان يوز او كود يوز. لو انت هتدي له الاذن ممكن تقول له يو كان يوز او يو كود يوز. لو انت مش هتدي له الاذن ممكن تقول له يو كانت او يو كودنت، الاثنين واحد. واقدر اقول لك ان كان في اطار الابيليتي البوست منها كود لان معناها يستطيع والبوست منها استطاع، لكن كان في اطار البيرميشن في اطار التصريح هي كود بالظبط معناها ممكن. ممكن استخدم الاثنين عادي جدا. رحت بعد كده على اجمل شيء في الدنيا اللي اسمها الاوبليجيشن والنسيسيتي. قلنا مين معناها يجب، كلمه يجب معناها ايه في الانجليش، ليها اكتر من معنى. خدناه بالترتيب، قلنا اعلى حاجه في يجب هي كلمه هاف تو وهاز تو، بتيجي مع القوانين external order، حد فرض عليك انك تعمل حاجه الزام خارجي.
اقل منها شويه كانت ماست سيلف اوردر، انت بتقنع نفسك بشيء او بتلزم نفسك في شيء، او سترونج ادفايس، حد بيديك نصيحه بس نصيحه قويه لو ما عملتهاش هتتضر. هاد بيتر بتيجي مع الورنينج، واخيرا شود او تو مع المايلد ادفايس، مجرد نصيحه تيك ات اور ليف ات. النيجاتيف بتاعهم كانت دونت هاف تو، اللي هي مش ضروري، ومصنت اللي معناها ممنوع، وقلنا خد بالك من الاسهم، ان هناك اعلى واحده كانت هاف تو اور هاز تو، لكن في النيجاتيف اعلى واحده كانت مصنت يا مستر اللي معناها ممنوع. وبناكد تاني ان هات بيتر النيجاتيف بتاعها هات بيتر نوت، وشود النيجاتيف بتاعها شودنت او اوت نوت تو، معناها لا يجب. طيب ادينا مثال في البوست، قلنا البوست منهم هات تو معناها كان مضطر وعملت، ما قبلتكش امبارح yesterday I couldn't meet you because I had to study، كنت مضطر اقعد اذاكر وذاكرت. كان الاوبوزيت بتاعها شود هاف بلس البي بي، يا ريتني بقابلتك امبارح I should have studied، كان المفروض اذاكر، معنى كده ان انا ما ذاكرتش. طيب لما جينا اخذنا اكزامبلز تحت قلنا بستخدم هاف تو وهاز تو مع الاكسترنال اوردر، حاجه غصب عني هتحصل. يو هاف تو فولو ذا ترافيك رول، لازم تتبع قواعد المرور. يو هاف تو كام تو سكول اون تايم، غصب عنك لازم تيجي في الميعاد بالذات. وقلنا ممكن استخدم معاهم كلمه جوت، يو هاف تو هي هي هاف جوت تو، هاز تو هي هي هاز جوت تو، بس ما فيش حاجه اسمها هاد جوت تو. لما رحنا عند ماست قلنا ماست بستخدمها مع حاجات كتير، اولها سيلف اوردر، حد الزم نفسه بشيء. اي ماست فيزيت ماي جراند بيرنتس مور اوفن. بستخدم must مع strong advice، you must be obedient or dad will be angry، يعني يحصل لك ضرر. بستخدمها مع الالحاح، لما قلنا افتكر هنا افتكر تيتا، لما تروح عند تيتا تقول لك وربنا ده انت واكله مش هتروحي الا لما تاكلي، you must stay to have dinner with us. بستخدمها مع الاوردر، you must clean your room before you go out، بس مش قانون. بستخدمها مع التوبيخ، must you spoil everything، انت لازم تبوظ كل حاجه ولا. بستخدمها مع annoyance كنوع من الرخامه، why must you always be suspicious، انت ليه على طول شكك. لما رحنا على جزء ادفانسد كده، الفرق ما بين هاف تو وماست، قلنا ان هاف تو ممكن اقول جمله زي كده، do you have to wear that yellow tie، وانت لازم تلبس دوت، ده معناها بسال عن اللو على القوانين بتاعتك. لكن must you wear that yellow tie معناها انا بوبخك، expressing annoyance، انا كده متضايق، انت لازم حبك تلبس اليلو تاي ديت، يعني الجرافات الصفراء ديت. بستخدم هاف تو مع القوانين لما ما يقوليش، لما يقول لي اسم الشخص اللي انا مطبقه عليه مع القوانين المكتوبه الابلايد لو، لكن ماست مع نص القانون مع الريتن لو، هعرف من فين نص القانون ولا القانون المكتوب؟ من اول كلمه. اول كلمه قال لي درايفرز، ما خصصش حد بعينه، ده الكلام المكتوب جوه القانون نفسه بيقول لك على السائقين ان يحملوا رخصه قياده، درايفرز ماست هاف ا لايسنس تو درايف. لكن يوم ما قال اسم حد بعينه قال لك يو هاف تو هاف ا لايسنس، يعني عليك ان استخدم اسم شخص. عشان كده بنقول ستودنتس هاف تو ولا ماست وير سكول يونيفورم، المفروض ماست. لكن لما قال لك when you are a student او when you go to school you have to wear school uniform، لان قال لي كلمه يو شخصنها، حط شخص، اقدر استخدم معاه كلمه هاف تو. باستخدام هاف تو ماست ممكن يعرفنا انا بكلم مين، يو هاف تو arrive at work on time و you must arrive at work on time. لو استخدم ساعتها have to معنى ان اللي معنى كده ان دوت واحد صاحبي بيستخدم have to one زي وزي بالظبط في العمل. لكن لو قال لي you must ده ليه سلط عليا، ليه authority عليا، the speaker is the boss، لان يفكرني بالwritten law فهيستخدم must، لكن صاحبي يفكرني بالapplied law المطبق عليه وعليا فهيستخدم have to يا مستر. اما should هي اخف واحده فيهم، بستخدمها مع الاراء، you should do something، mild advice اعملها او ما تعملهاش مش فارقه. استخدم مود شوت برضو مع الايديا، يو شود ستوب سموكينج، معنى كده انها جود ايديا مش اكتر، لكن يو ماست ستوب سموكينج معناها اتس نيسيسيتي، واياك ما تعملش. خد بالك ان يو دونت هاف تو، يو دونت نيد تو، يو نيدنت، كلهم حاجه واحده معناها نوت نيسيسيري، مش ضروري، وافتكر ان نيدنت ما تحتاجش تو. لكن يو ماستنت سموك معناها نيسيسيري نوت، من الضروري الا، يعني ما ينفعش تحصل. اي هاد تو ستادي فور ماي اكزام، كنت مضطر اعمل وعملت. اي شود هاف ستاديد فور ماي اكزام، ما كانش مضطر، كان المفروض اعمل بس للاسف ما حصلش يا مستر، ما عملتش. طيب I must have I must or I will have to معناها future obligation، مع المستقبل ممكن اعمل كذا. should بتيجي مع اي حاجه فيها advice زي ما انت شايف، اما must اي حاجه ممنوعه زي ما انت شايف. بعد كده رحت على صفحتين، قلت الصفحتين مش موجودين تبع اليونت دوت، بس تكمله المودل فيرب اللي كان لازم اخدها موجودين تبع يونت 10، فهقولهم دلوقتي عشان بشكل سريع كده تعرفهم. مع الديدكشن، مع الاستنتاج، حاجه حصلت وانت بتستنتج وجودها يا مستر، باست وكانت وماي وكود. تعال نشوف كلمه استنتاج، لما اقول لك الفصل كله نجح واحمد في الفصل يبقى احمد اكيد نجح، انت استنتجت. لو انا متاكد بنسبه 100% كنت بقول ماست او كانت، متاكد ان حاجه حصلت يو ماست بي ماد، انت اكيد مجنون، متاكد ان حاجه ما حصلتش هي كانت بي كليفر.
اما ماي كانت 70% وماي كانت 30% وكود كانت 50 ربما ثلاثه معناهم ربما يا مستر. بس خد بالك ان ماست اكيد، كانت مستحيل، ماي ومايت ربما، وكود معناها ممكن. وقفنا هنا عند كلمه ماست. قلنا ماست ليها معنيين، ماست ده معناها يجب، النيجاتيف بتاعها mustn't لا يجب، ده في اطار الاوبليجيشن. لكن في اطار الديدكشن الاستنتاج ماست لو معناها اكيد، النيجاتيف بتاعها كانت اللي معناها مستحيل. ماشي. لو في سبيسيفيك تايم بدل ما اقول هي ماست ستادي ممكن اقول هي ماست بي ستادينج، هو اكيد شغال. طب لو عايز احول الباست هجيب هاف بلس البي بي، هو اكيد كان شغال امبارح، هي ماست هاف ستادد، ات ماست هاف ريند. وحتى لو في باست كونتينيوس برضه ات ماست هاف بين ريننج لو في كونتينيوس. سالنا الناس سؤال هنا وقلنا ساره may have traveled to Luxor و Sarah could have traveled to Luxor. may have traveled ربما تكون سافرت وربما لا، لكن could have traveled كان بإمكانها بس ما حصلش. يعني may أو might معرفش الحوار حصل ولا لا، لكن could كان بإمكاني كان بوسعي بس لم يحدث يا مستر. كلمة must ممكن نستخدمها noun، it's a must معناها من الواجب أو من الإلزامي. I wonder if you على طول محتاجة could، وبي you are to do something معناها it's arranged، انت ملزم بفعل الشيء. you are to do your homework معناها عليك ان تقوم بالهومورك بتاعك. وده يكون نهايه الريفيجن، كانت مطوله شويه بس كانت حاجه اكيد انت نسيتها فكان لازم اقولها لك بشكل مفصل، ربع ساعه او 16 دقيقه ونص على ريفيجن. هروح فين دلوقتي يا مستر؟ هروح هبدا احل الهومورك بتاعك في كتاب المعاصر في يونت نمبر 4 الجزء الخاص بالجرامر. نفتح يونت نمبر 4 وناخد الجرامر اللي فيه يوستر. اخد اوبن ويز. يلا اتفضل حضر حاجاتك، هناخد الجرامر الموجود عندنا، الفوكاب هناخدها ان شاء الله هي والستوري مع السكند يونت او مع السكند سيشن سوري. وهناك هنقدر تاخد كمان الكويز بتاعك مع الحصه القادمه، الكويز اللي هيبقى على يونت 2 يونت نمبر 3. كويز محترم بصراحه، في حوالي 40 questions out of 40، هيعجبك جدا ان شاء الله. يلا شطور اتفضل، هبدي احل على لسن 1 و 2 في بيج 189. هيتكلم هنا على الميكينج سجشن، وقلت اول حاجه فكر فيها الحوار اخره فول ستوب ولا كويشن مارك. يعني قبل سؤال اي حاجه لازم تبص في الاخر في كويشن مارك ولا فول ستوب، لان وجود الكويشن مارك كده خلاص ديت مش مع سيادتك عشان في كويشن مارك. يعني نشوف اول حاجه وبمجرد الشكل، بمجرد الشكل عرفت ان في واحده مش معانا، عشان كده لازم تركز فيها يا مستر. يلا اتفضل. نمبر 1 سبيس دو ذا واشنج. ثاني سؤال مين محتاج انفينيتيف، وات اباوت ايز اي ان جي، why don't we لو كان في وي كنت اخترتها، لكن why don't do مش هتنفع، shall we هي اللي شغاله يا مستر. why don't you حيز ان انفينيتيف، why don't you complain to the teacher، have you space spending مين تيجي وراها ing، have you considered spending، لكن الباقيين محتاجين to do. space doing اول حاجه تفكر فيها، في question mark في الاخر، في question mark في الاخر، يعني let us مش معاك و let's مش معاك، وكذلك اي suggest مش معاك، فاخترنا how about. يبقى السؤال اللي بتساله في الاخر فيه question mark ولا full stop، السؤال الثاني انت مستخدم ing ولا to plus infinitive. 5 try going to bed earlier في full stop في الاخر، فعشان كده a و c مش مع سيادتك، فبالتالي الحل بتاعك كان you should، لان لو قلت i suggest كنت هتقول trying. you could space the teacher for help. you could محتاج infinitive على طول. you could ask the teacher for help. the teacher could space for help. The teacher could بس في دوت ممكن يسأل، could be asked for help. 8 space having something to eat first في question mark، يعني ايه ودي مش مع سيادتك، عايزين حاجة تاخد ing، تبقى what about having something to eat first. number 9 space go for a walk في question mark في الآخر، فlet's مش مع سيادتك. طب نقول why don't we go تنفع، وشال we تنفع برضو، فالحل بتاعنا كان B and C. في نمبر 10 let's space the match to in the stadium it's much more exciting there. let's محتاج infinitive بدون اي اضافات، تبقى let's watch the match، watch بعدها infinitive على طول.
طب let's face the match in the stadium, it's better on TV, تعال نتفرج عليه تلفزيون يعني مش عايزين نروح يعني let's not watch, وتنفع don't let's watch لو كانت موجودة. May suggest محتاجة ING وراها, may suggest taking a snack. We could support our country by helping with the charity work. We could في full stop في الآخر. Let's we could support أكيد لا. عشان كده مفيش حل ينفع غير perhaps we could. My space would be to prepare أكيد my suggestion أو recommendation عشان كده الحل بتاعنا كان be suggestion. Second page 190. I suggest that he افتكر انه راح انفينيتيف على طول. I suggest that he find another. If you ask me, may the best applicant for the job of the secretary. بيفكر يقول له space her bad English. اكيد في اعتراض ومع الاوبجيكشن كان في what about. فاكر لما قلنا الفرق بين how about what about الاثنين مع الاقتراح الاثنين وراهم ing بس what about دايما بتيجي مع الاعتراض. Space ask father for trip money. For trip money right now he's in a good mood. هو في حالة كويسة ممكن تروح تسأله يبقى let's ask. طب نفس الجملة تحت بس قالك he's furious because the team has lost the match. فريقه خسر السوبر الأفريقي عشان كده هو متضايق فبالتالي مش هينفع نروح نسأله دلوقتي يبقى let's not ask أو don't let's عشان كده الحل بتاع B and C. I would suggest a space my aunt for dinner. I would suggest mean inviting. في عندك suggest وراها ING على طول. I would suggest inviting. I suggest mom my aunt for dinner. I suggest mom. بص بقى معلم هو الحل الرسمي هنا كلمة invite لما قلنا I suggest with that optional ممكن اجيب الانفينيتيف بس في حل بديل لو ما لقيتش ديت كنت هضطر اجيب to invite لما قلنا I suggest him to go. I suggest mom محتاج انفينيتيف وبعد كده تكمل الجملة لو ما كانش فيه invite كنت هتختار to invite عادي. بعد كده I space having falafel الطعمية يعني to eating this badly pizza. I a having حاجة تاخد ing ممكن أقول I recommend having أو I would recommend having AMP بفضل الفلافل إن أنا أكل طعمية على البيتزا اللي ما اتعملتش بطريقة كويسة. I consider how space our poor neighbors. Considered how محتاجة to. I considered how to help خدنا consider وراها ing لكن لو جي بعدها question word زي why أو how محتاجة to plus infinitive. I considered where to go. I recommend سما لسه واحدة حالين زيها بالضبط في number 20 recommend و suggest that optional تتحط أو تتشال استخدم ساعتها join ده ما كانش فيه join كنت أروح اختار to join على أساس الجملة اللي احنا قلناها I suggest him to go. I suggest that موجودة رقية عايزين infinitive يبقى رقية be happy أو should be happy infinitive أو should plus infinitive. I suggest ing going ولا not going على حسب المعنى. We don't have raincoat معناش أي معاطف والجو بره بيمطر يبقى not going ما ينفعش نخرج لأن الجو مطر بره. نزل تحت على check understanding. Space is used to make suggestion in formal language في formal بس تبقى let us ما تنساش كلمة formal. It's used to objection show objection كانت what about مع الاعتراض مع كلمة objection. Let's go for a walk. In another word the speaker says let's go. You could go for a walk مشيو مشيو لوحدك ده احنا عايزنا كلنا نروح. I suggest you لا برضو مش انت لوحدك. I suggest we ايوه هي اللي ديت ممكن تنفع ان احنا كلنا نروح بس مش هو لوحده. Have you considered going for a walk. انت خرجت قبل كده بيسألني هو بيسأل حد قدامه. You could go أو يبقى تنفع. I suggest you could go. I suggest I مش اقترح على نفسي الحل كان A and B. قال له yes let's تعال نروح. بما انه قال له yes let's يبقى اكيد ده سالب let's. فقال له let's go out together. ديت حاجة. ثانيا perhaps you can go. You can انت كده هتروح لوحدك. Why don't you go كده هتروح لوحدك. I recommend you go كده هتروح لوحدك. احنا عايزين حاجة لينا كلنا بدليل انه قال let's يعني let us يعني كلنا هنروح. درس الكويشن تاج اللي هتاخده ان شاء الله في الاكسترا جرامر. She could hardly carry out the difficult task. نادرا ما بتعرف تعمل حاجه صعبه او مهمه صعبه. خد بالك ان هاردي بتعبر عن النيجاتيف. طالما نيجاتيف تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف يا مستر. عايزين حاجه بوزيتيف المين الاوكسيلري موجود عندنا كلمه كود تبقى كود شي. طبعا انت عاملها كود ان شي فتفضل صلحها وقول لنفسك ان كلمه هاردي بتعبر عن نيجاتيف. اخدتها انت مع الباست بيرفكت هاردلي وسكيرسلي. We should all spread space peace. حاجة خدتها انت السيشن اللي فاتت.
بيس الاسماء الابستراكت ناونز الاسماء المعنويه، ما فيش معاها اوف يبقى لازم استخدم معاها ذا لو فيها اوف. ما فيش اوف ما فيش ذا، يبقى ساعتها استخدم مين؟ استخدم نو ارتكل بيس اباوت ات ان ذا بيسز اوف ستابيليتي. And the last sentence بيقول it's nice that cats usually clean. cats بلولر، عايزين حاجة تعوض على بلولر تبقى themselves. بما انهم بلولر حتى لو كانوا animals عادي ياخدوا themselves. وده يكون حل listen 1 and 2. هروح جري على listen 3 و 4 دلوقتي. listen 3 و 4 كان في revision سريع على المودل verb، كانت موجودة في اول فيديو، ورجع لها لو ما كنتش سمعتها قبل ما تحل. بداية من page 207 هنحل على المودل فيرب. number one I space back home because I had forgotten my money، نسيت الفلوس فروحت ماشي، ما كانش معي فلوس اركب فروحت ماشي. I had to back home because I had forgotten my money، روحت البيت عادي وروحت فعلا اكشن حصل. I had to go back. must معناها انا، I must have gone معناها بالتأكيد، انت ما تعملش استنتاج على نفسك. وماي هاف معناها ربما، shouldn't have ما كانش مفروض اروح، انت بتقول انا بالفعل حصل روحت. she was angry with him، كانت زعلانه منه. his face have talked to her that way، ما كانش مفروض يكلمها بتلومه، وانت بتعمل لوم بتعملش shouldn't. you could space asked me for help if you were feeling so stressed، كان ممكن تسالني. you could have asked، could have plus the pb، could have asked me for help. when you are worried about something it's best to concentrate on the things you space control، you can تركز على الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها. you space your father yesterday the problem was too serious for you to solve alone، كان مفروض تكلم بابا، كان صعب انك تحل المشكله لوحدك، كان مفروض بعمل بليم، يبقى should have consulted، كان مفروض تعمل consultation اللي كان مفروض تروح تساله. معنى كده انك ما سالتش. في نمبر 6 you space your passport when you travel abroad، you have to، ده قانون مطبق عليك، you have to. it began to rain and there were no taxes. at last I space arrived، واخيرا وصلت البيت. I was able to arrive home. manage محتاجه تو، كنت هتقول I managed to arrive. I space back home yesterday as I lost my money، اضطريت اروح بيتنا علشان نسيت الفلوس. نفس الكلام قلنا في question 1 I had to walk، كان مضطر وحصل. I'm bored at work، my dad's advice is that I space try a different kind of job. advice نصيحة، تبقى انها بما انها نصيحة لازم شود على طول، فتبقى I should try a different kind of job. you space go to the bank، I can lend you some money، مش محتاج تروح انا ممكن اسلفك. يبقى you don't have to. need هتنفع لو ما كانش فيه تو، ما كانش فيه تو كنت هتختارها عادي، لكن ما انت دي معناها وياك وربنا ما انت رايح البنك عليا النعمه ما انت رايح. لا يا معلم انا بقول لك انت مش محتاج. في 11 we space go to Al-Azhar Park tomorrow، we haven't decided yet، لسه ما قررناش. معنى كده ان دوت احتمال، واحتمال يعني might. at her first school she spaced to wear a blue uniform، في مدرستها الاولانيه كانت مضطره، بتكلم في الباست يبقى she had to. عرفت من فين من كلمه باست؟ من كلمه first عرفتني انا بتكلم في الباست. that said we space go out for a walk for dinner، we could go. ليه بتكلم في الباست؟ عرفت من كلمه said. I really space forward my parents to tell them I'm going to be late tomorrow. I really must، عشان دوت self order، انت اللي الزمت نفسك بيه في وجود كلمة I. you space take that bus، there is another one in 10 minutes، مش محتاج تركب الباص ده، في واحد تاني جاي. يبقى we don't have to. don't need الأخيرة محتاجة to، ليه مش هينفع استخدم must ولا can't؟ معناها مستحيل وربنا ما انت راكب الباص دوت. انا عايز اقول بالموضوع مش ما هواش الزامي يعني. penguins البطاريق، birds طيور، that cannot fly مش هينفع تطير. ليه مش هقول couldn't بتعبر عن الباست بس، انا عايز اقول هم ما زالوا ما يقدروش يطيروا. 17 I space take extra English lessons، I'm fluent in it، انا ممتاز فيه مش محتاج اخد فيه دروس كتير. يبقى I needn't. ليه مش haven't to؟ اسمها don't have to يا معلم. haven't دي تنفع لو كان في got، I haven't got to. they space go shopping yesterday because the shops were all closed، المحلات مقفولة كلها.
they ate كلام في البوست كلام في البوست بختمناها couldn't go shopping in a hospital one معناها المرء one mustn't smoke ما ينفعش يدخن then you don't و needn't و didn't have و doesn't كلهم معناهم مش ضروري انا عايز اقول ضروري مش عايز اقول انهم necessary not to smoke Bather is a key musician متحمس جدا في مجال الموسيقى He plays the flute and he plays also the piano and he, بتكلم في البريزنت, he can also play the piano. Your space arrive at work an hour earlier tomorrow for future. يبقى we will need, كنت هتقول will need to. ما لقيتهاش فاخترنا you have to لان have to ممكن تعبر عن الfuture عادي. لو في to في نمبر بي كنت اختارها كنت هتقول you will need to. Don't forget that I'm your employer. أنا البوس بتاعك والبوس بيستخدم must على طول وانت حافظها بوجود كلمة employer لازم استخدم must. You must obtain my permission. لكن لو قال لك I'm your classmate, I'm your friend, I'm your colleague كنت هتختار have to Webster. She space arrived at the meeting on time even after missing the bus. So she was very happy. قدرت انها توصل في الميعاد على الرغم ان الباص فاتها. قدرت. يبقى she was able to. كانت فرحانة جدا انها وصلت في الميعاد رغم ان الباص ما كانش موجود. ما لحقتوش يعني. Your space come and visit us again soon. It's ages since we saw you. بقى لنا كتير ما شفناش بعض. يبقى you must مع الالحاح لما قلنا افتكر تيتا وهي بتقول لك وربنا ده انت قاعد النهارده يا مستر. Employees الموظفين be late for work مش هينفع اخترناها mustn't معناها وياك. Needn't معناها مش ضروري وهي هي don't have to فكر بذكاء don't have to هي needn't في الاثنين مش مع سيادتك لان الاثنين معناهم مش ضروري بس لو حصل ما فيش مشكله كخ يعني معنى صح. You space your membership card or you won't be allowed in. لازم تورينا. You have to show. ليه؟ عشان في دعوة law. مع القوانين استخدمنا have to وجود كلمة you عرفت انها applied law. Applied على اسم حد بعينه اسمه you. لكن لو قال لي هنا travelers مثلا او passengers كنت هتختار must show. فضل في 27. You get me some sugar please. Could you my polite request? You space go with them. He knows the way. It's unnecessary. Unnecessary مش ضروري. يبقى you needn't. كلام في البريزنت عشان ما تقوليش don't need او didn't need sorry. I needn't have both. Needn't have plus the BB معناها ان الاكشن حصل. معنى كده ان انا عملت. معنى كده ان انا عملت. يبقى I regret buying مستر. انا ادمان ان انا اشتريت. عيش زيادة. I shouldn't have annoyed. ما كانش مفروض annoyed. معنى كده ان انا annoyed. يبقى I regret doing ان انا رخمت على الاخويا. I had a lot of money. كان عندي فلوس كتير. I spaced that expensive t-shirt but I didn't like baggy clothes. كان ممكن اشتريه بس ما عملتش. كان ممكن بس ما حصلش. Could have bought بس ما حصلش. I shouldn't have repeated that mistake. ما كانش مفروض اكرر خطأ. معنى كده ان انا كررت. That means I repeated it. My flat is tidy. متروقة. I space bother myself to get it clean today. ما كانش مفروض اتعب نفسي. ما كنتش محتاج. I needn't bother. My flat is tidy. مش محتاج دلوقتي. بتكلم في البريزنت. I needn't bother myself. Don't have محتاجة to. مصن تيري معناها وربنا من ايام مروقة الشقة. لا عادي الموضوع ما يرجع لي يعني ما هوش الزامي. The meal was for free today. النهارده الاكل ببلاش. You space for it. You should have saved your money. ما كانش مفروض تدفع. معنى كده انك دفعت. معنى كده you needn't have paid لان البي بي معناها حصل. انت كده بايد وبتقول يا ريتني ما دفعت. Oh no. You space all that meat. Now how can I find a space for it in the freezer? هلاقي له مكان فين في الفريزر لكل اللحمه ديت. معنى كده انك اشتريت لحمه وكتير وملهاش لازمه. يبقى needn't have bought والاكشن حصل. افتكر دايما اللي فيها بي بي الاكشن حصل. اللي فيها infinitive الاكشن ما حصلش. I always space take my father's permission before I go out. That's a family rule. Rule معناها ايه قانون. يبقى I always have to. وهتقول ايه ده مش دوت self. اوردر وفي اي يبقى استخدم مصل يا حبيبي انت مش انت اللي امرت نفسك دي الفاميلي هي اللي فرضت عليك حتى لو كنت بادئ الجمله باي عشان كده الحل بتاعك كان هاف تو روح بعدها سبيس يو ميك ذا نويز اي ريلي اتس ريلي انوينج رخم قوي ماست يو وانا بستخدمها مع الانوينس ماست يو ويرد ات يو تاي ماست يو ميك ذات نويز At my sports club, everyone is space with flat shoes. It's an important rule. Rule. مع قوانين يبقى everyone. Everyone, ما تنساش everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, which one, which body. على طول معهم is.
معهم singular verb فاخترناها has to لنتعود قانون. I failed my math test. It was your fault. You space am to help you. كان مفروض تسأل. You could have asked. كان بإمكانك تعمل بس أنت ما عملتش. ولا كان فيه should have asked برضو كنت أختار. You can borrow my new jacket but you space it dirty. سوى ترجعوا لي بايز. You mustn't get it dirty. Rudy isn't here right now but you space home around 8 or so. ربما تيجي. ربما يبقى maybe لأن بتكلم في البريزنت. بيقول لي Rudy isn't. Did you make your bed? No, I space. The housekeeper did it. الهاوسكيبر هي اللي عملته. ما كنتش محتاج يبقى I didn't have to. لو قلت shouldn't have كنت تقول shouldn't have done معناها ما كانش مفروض أعمله بس ما عملته أنا ما عملتوش الهاوسكيبر هي اللي عملته. You space do more exercise. It's up to you. It's up to you معناها الأمر يرجع لك يعني الموضوع مش ضروري يبقى you don't need to أو you needn't لو كانت موجودة لو قلت mustn't معناها وربنا ما أنت وربنا ما أنت عامل لا الموضوع يرجع لك. He spaced the car with petrol before he set off. قبل ما تقول أي حاجة تعالى أسألك sentence present ولا past بص على set كده وأعرف إن الفيرب اسمه set بس set هنا past يا ترى عرفت من فين؟ أنا مش ساحر ولا دجال ما فيهاش حرف الإس لأن لو فيها حرف الإس كنت هتقول he sets off the present معنى كده نتكلم في past before he set off معناها قبل ما كان يمشي كان مفروض يعمل كان مفروض يعني should هي ought to فاخترناها ought to have filled كان مفروض يحط بنزين قبل ما يمشي. الفكرة في الجملة انك تعرف التنس بتاعها عرفت التنس بتاعها من كلمة set past لانها لو present كان هيقول sets. I space clean the kitchen before mom gets back. I want to surprise her. انا لألزمت نفسي تبقى I must إلزام داخلي. Why did you stay at a hotel when you were in London? You space with your uncle. كان بإمكانك تعمل. You could have stayed بس مرضتش. انت اللي رفضت. بإمكانك بس مرضتش. Sorry I cannot go out now. I space tidy my room before I'm allowed out. كان لازم أعمل قبل ما أخرج. I have to tidy my room before I'm allowed. قبل ما أمشي. Before I'm allowed معنى كده أن أنا كنت مجبر على الشيء ده. Which of the following is correctly structured to show regret. مين بيعبر عن الندم. I should revise the suggestion. I should have revised. أيوة دوت الريجريت كان مفروض أعمل. I needn't revise present. I oughtn't they shouldn't the present. دايما بتعمل regret بتندم على شيء أو بتلوم على شيء في البوست. طب I oughtn't to have revised ما دوت في البوست برضو. Well for the exam. المعنى بايظ. المعنى بايظ. I oughtn't to have revised well. ما كانش مفروض أذاكر كويس قبل الإكزام أكيد لأ. 49. He oughtn't to have sent the email without enclosing the attachment. ما كانش مفروض يبعت الإيميل من غير ما يحط الاتاتشمنت من غير ما يحط الفايل من غير ما يبعت معاه الفايل. معنى كده إنه بعت الإيميل من غير الفايل. بعت الإيميل من غير الفايل. بعت الإيميل من غير الفايل. Send the email and enclosed. لأ هو ما عملش enclosed. Had to enclosed. Had معناها كان مضطر وعمل وهو ما عملش. Didn't send the email or enclosed. لأ هو بعت بس من غير ما يعمل enclosed. Send the email without enclosing. أيوه هو دوت اللي حصل. ورجعها في دماغك بقى لغاية ما تفهمها مثلا. I might stop working for this company. This means I might stop and ربما. معنى كده أنا لسه مش متأكد. I'm completely sure لا. I have made up my mind لا. I'm completely sure لا. There is a chance here. صح يا مستر فنان. B. Then you good كلمة might معناها ربما. 51. Which of the following doesn't express regret? Doesn't. مين تحت ما يعبرش عن الندم. I should have revised فيها ندم. I'm sorry for not revising فيها ندم. I should revise. أيوة عشان ديت lower present obligation أو حتى suggestion. اقتراح. I regret not revising برضو فيها ندم يا مستر. Dead present advice أو اقتراح اللي هو suggestion. Which of the following shows possibility? الاحتمال. يعني مش أكيد. I must have أكيد. I could have taken. Could have taken كان بإمكاني أيوة ديت احتمال. I should have taken كان مفروض. Needn't have not necessary. It's not necessary من غير الضروري for you to offer help. It's not necessary for you مش ضروري. Mustn't معناها وياك. You should معناها يجب. You must offer غلط. You needn't here not necessary معناها مش ضروري. طب لو قال لي it's necessary not كنت ساعتها اختار mustn't. You are not allowed to smoke. مش مسموح لك. You mustn't smoke. تنفع. You don't have to. معناها ولد. عيب كده كخ. لا مش هتنفع يا مستر. You are obliged to smoke. معناها انت مجبر انك تدخن. لا يا مستر. يبقى you mustn't smoke here. Number A. He unnecessarily bought some fruit. اشتراها بشكل غير ضروري. يعني حصل. يعني needn't have bought لانه ان اللي فيها بي الاكشن حصل. ما كانش ضروري وحصل.
I had he had to buy معناها كان مضطر واشترى. كان مضطر دي معناها كان ضروري عليه. هو بيقول لك ما كانش ضروري اصلا. I didn't have to answer this question. Didn't have مش مضطر اجاوب. I haven't to اسمها haven't got to يا مستر. و I needn't answer B and C ينفعوا، لكن ما تقوليش haven't على طول. You can't break the law. مستحيل ما ينفعش. You have to break the law غلط. You don't have to معناها مش ضروري غلط. You have to follow the rule هي اللي صح. و you don't have to معناها مش ضروري غلط. It's necessary for me to leave. من الضروري عليا يبقى necessary ضروري يبقى I have to leave. بس بيقول لك it was كلام في الباست يبقى I had to leave. It's important that I call mom. لازم أكلم mom. Without self order يبقى I must call mom. طب ليه ما قلش I have to call mom مستر؟ ما فيش قانون بيقول لك على المرأة أن يحدث مامته. مش هينفع. Without self order أنت اللي قلته لنفسك. وبالمناسبة إن شاء الله في اليونت اللي قبل الأخير بتاع الـ Reported Speech، اليونت الأخير سوري يونت نمبر 12 هتاخد ستايل كده اسمه It's important و It's adjective. It's important that I do. يعني حتى لو كانت هي هنا It's important that he كنت هتقول he call برضو مش he calls. هتجيبنا إن شاء الله في يونت نمبر 12. Which of the following is a strong invitation؟ strong invitation فاكر بنستخدمها مع must على طول. بس must اللي من غير question would you attend دوت polite request. Must you لو جت must مع الكويشن ده والتوبيخ فمش هتنفع. Do you want my sister's wedding؟ انت عايز فرح اختي؟ اكيد لا يا مستر. You must attend ايوه مع الالحاح دايما ومع السترونج انفيتيشن بستخدم must. ودوت كانت نهايه حل الجرامر بتاع اليونت. ان شاء الله الاسبوع القادم هتاخد التشابتر نمبر 4 وكذلك الفوكابلري الموجوده في يونت نمبر 4. نشوفك على خير ان شاء الله. السنه بتجري اول باول كده خلص اللي وراك قبل ما الكريسماس يجي تخش في السنه الجديده. ربنا معاك ان شاء الله ويوفقك ويفرح اهلك بيك ان شاء الله. شكرا جدا ليك. نشوفك الاسبوع القادم مع الفوكابلري والستوري. السلام عليكم.